والشكر موصول أيضا لضيفيك العزيزين. بسم الله، مرحبا، اهلا وسهلا مشاهدي الافاضل، مرحبا بكم الى سانتياغو برنابيو في مدريد ومباراة الجولة 29 من الدوري الاسباني لهذا الموسم. ريال يستضيف الفريق الكاتالاني جيرونا، مفاجأة هذا الموسم، صاحب المركز السابع في اول موسم له في حضيرة الكبار، الفائز على ريال في كاتالونيا هنالك في برشلونة بهدفين مقابل هدف واحد في لقاء الذهاب. اليوم المهمة ليست سهلة تماما، لا لجيرونا ولا لفريق ريال مدريد، الفريق العائد إلى مستواه المنتظر من قبل عشاقه ومن قبل بورتو مازال. يراوغ الأول، يحاول المرور من الأمام الثاني، 25 سنة في عمره، سجل أخو مويكا الكولومبي، ضاعت الكرة، أسينسيو دخل، أسينسيو ممنوع المخالفات في مثل هذه الأمور. رونالدو يستعيد، أسينسيو، رونالدو، من أروع ما يكون من بونو، والروعة كانت في الأول من رونالدو. كنت أقول بأنه استعاد قواه واستعاد اليسرى مع بنزيما، يفضل الكرة في العمق لدوكاس فاسكيز، وراحت سهلة ياسين بو، الدفاع، بنزيما استلم الكرة، أوبا با 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 جول، يكون من كريم في اتجاه لوكاس فاسكيز. بنزيما في واحد من أسوأ مواسمه، حركات الكثيرة للاعبي الريال التي أزعجت وأقلقت لاعبي جيرونا. مارسيلو على الجهة اليسرى، مارسيلو، الدفاع بعيدة ورائعة بالرأس، والدفاع يتدخل والحكم بدوره يتدخل ويعلن عن خطأ لدفاع، بعيدة تماما، يلحق عليها غارثيا، غارثيا مازال، ولولا قوية التسديدة من غارثيا في اول محاولة رونالدو، اي اي اي، وما زال ركنية اخرى لقاها الحكم المباراة. يتسمع، رجعت لمارسيلو، يرجع لتوني كروس، والجول، بابا 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 بابا، باليسرى يسجل، باليمنى يسجل، بالراس يسجل، مسيو جول، رونالدو يسجل هدف اخر، رونالدو يبقى هداف سنة 2018، يسجل هدفه 19، هدفه 15 منذ بداية السنة، في الأماكن اللازمة وفي الأوقات اللازمة، صاحب ثنائيات عديدة منذ بداية السنة. للوكاس فاسكيز، لوكاس فاسكيز، رونالدو بتسلل، 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 نعم، وضع التسلل هنا من كريستيانو رونالدو. ما زالت الكرة عند مويكا وكارفاخال، رائعة، توزيعة من أروع ما يكون، والرأسية من هنالك كانت من بن على الجهة اليسرى واليمنى، رونالدو استلم ودخل بيمنى هذه المرة، التسديدة من كريستيانو رونالدو. رانيل يوصل لغارثيا في القائمة الثانية بعيدة، مارسيلو يخرجها للتقنية، غارثيا، جرانيل يطلبها، غارثيا دخل، التوزيع في القائمة الثانية، رائعة لبنزيما، استلمها ورقبها كريم، دخل بنزيما، أول 20 دقيقة الأولى بهذا الشكل، أسينسيو، وبونو، كنت أقول بأنه عندي مدة لمشاهدة، أحد الرفقاء بعيدة وناتشو في التغطية، رافائيل فاران، لوكاس فاسكيز رجعت له، لوكاس، وبين أحضان بونو، محاولة التسديد في الزاوية البعيدة، كروس، أوبا با با با، رائعة، يا سلام، تمريرة من أروع ما يكون، لوكاس فاسكيز ورونالدو، وصلت لمويكا، مويكا وتوزيعاته الرائعة في القائمة الثانية، ومارسيلو للركنية الثانية، هذه الكرة تسترجع بسرعة، دخلت هذه عملية كرة خطيرة، رائعة الكرة هذه، كاد يأتي هدف التعديل، إلى فد هذا رونالدو، با 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 با، جول، هدف من أروع ما يكون، يسجله كريستيان ستيواني ويعدل النتيجة، ويسجل هدفه 16، هاي الإعادة للجول من كرة ثابتة، يأتي من بعيد ويسجل عليكم، يهرب من المراقبة ويأتي ويسجل عليكم بالرأس، كروس ما زال، توني كروس، رونالدو، 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 تسديدة قوية ساقطة من كريستيانو رونالدو، سقط معها، يسود على عليها رونالدو، أسينسيو، صاروخ أرجو من أسينسيو،
حطها في الزاويه اليسرى وياسين بونو. ياسين ما زال عنده الكره، يجد مارسيلو، كره ممتازه لرونالدو استلمها موج متسلل. لا، الحكم المساعد قال وراء التسلل من كريستيانو رونالدو، كانت التمريره رائعه من مويكا على الجهه اليسرى والتوزيع. لا لا، رائعه توزيعه مويكا. بعد ما ضربت فيها الجدار، هل رونالدو استعاد شبابه؟ اصرار للحق بنزيما هذا الموسم. توزيعه الرائعه، ما زالت الخطوره وصلت لمويا، يلعبها مباشره مع غارثيا. غارثيا مويا مره، هو ثاني وثالث اكثر احسن فريق مسجل اهداف من كرات ثابته، 18 هدفا من كرات ثابته. شيء على راس الريال كارفاخال، توزيع القائمه الثاني. على الطائر مثلما جاءت بضربة مقصية، رونالدو كاد يسجل هدفه.